بسم الله أبو ابن الروح القدس آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد الأغطاس من الأعياد المحبوبة جدا في كنيستنا، ومن الأعياد الجميلة، ومن الأعياد اللي بيبقى ليها يعني فرحة شعبية، مش بس مجرد صلاة طقسية. وزي ما قلت لكم في السنكسار إن كان زمان بيطلع البابا ومع الكهنة والأسقفة ويصلوا على مية النيل صلاة الآن اللي صليناها، وبعد كده يغطس غالبية الناس في مية اللقان، مش مية معمودية طبعا، للبركة يعني، مش معمودية. المعمودية مرة واحدة في العمر ما بتتكررش. وما زال لحد النهاردة الناس اللي بتروح تزور أورشليم يعدوا على نهر الأردن وينزلوا ويغطسوا فيه كنوع من البركة، لكن مش معمودية. المعمودية مرة واحدة زي ما علمنا كتاب المقدس إنها هي معمودية واحدة ولا تعاد. عيد الغطاس بنفرح فيه لأن المسيح أعلن فيه ذاته. كان بقاله 30 سنة محدش يعرف عنه حاجة، عايش في الجليل كأنه نجار بسيط، لكن ده اليوم اللي أعلن فيه ذاته بقى، زي ما سمعته في الإنجيل النهاردة كده، يوحنا يشاور عليه ويقول أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله، هذا هو حمل الله الذي يحمل خطية العالم. ويقول لهم يأتي بعدي من هو أقدم مني، الذي نحن جميعا من ملئه أخذنا. ويقول لهم هو ده النور الحقيقي الآتي إلى العالم. فيشهد عنه يوحنا ويظهر المسيح مجده ولاهوته قدام الناس، وكمان يعلن لنا سر الثالوث إن الله إله واحد لكنه مثلث الأقانيم. الآب نسمع صوته من السماء بينادي، والابن الكلمة الوحيد المتجسد في شكل إنسان، والروح القدس في شكل حمامة. وده مش معناها انفصال، لكنه إعلان لأنهم في الآخر إله واحد لا ينفصل. عشان كده الاسم اليوناني لهذا العيد هو عيد الثيوفانيا أو الإباثانيا، يعني العيد اللي أظهر فيه ربنا نفسه. في لحن حلو قوي بيتقال في عيد الغطاس سمعتوه كده، بنقول ليوحنا المعمدان اسم فخر هو اسمك يا يوحنا يا نسيب عمانوئيل، لأنه لم يقم بين نساء من هو أعظم منك. ونقعد نقول له السابق والصابغ والمعمدان، لحن أوران نشوشو تسمعوه بنقوله في القداس وفي اللقان. يعني هنتكلم النهاردة كده، ناخد كم نقطة عن مين هو يوحنا المعمدان، بطل هذا العيد واللي خد بركة وشرف انه يعمد رب المجد يسوع نفسه. بتسمعوا عنه ألقاب كتير في القداس، بنقول عنه كده السابق الصابغ. صابغ يعني معمدان، كلمة صبغة هي نفسها كلمة بابتزم يعني المعمودية، وللإنجيل سماها صبغة. فاكرين يعقوب ويوحنا لما جم قالوا للمسيح عايزين نقعد واحد على يمينك واحد على شمالك، المسيح رد عليهم قال لهم ايه؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي أشربها أنا؟ أو تصطبغان بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ كان المسيح يقصد دمه على الصليب، كأس الألام اللي هيدقها على الصليب، والصبغة اللي هي دمه اللي هيصبغ جسمه كله على الصليب. زي ما شافوا كده إشعيا في العهد القديم، المسيح جاي بهدوم كلها لون أحمر، فرح إشعيا سأل كده قال من هذا الآتي من أدوم بثياب حمر؟ شكلك كدائس المعصرة. قال له أنا فعلا قدست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد. فصبغة يعني الإنسان كله يصطبغ أو يتصبغ بلون معين، وده اللي يخلينا نفهم ليه المعمودية تبقى بالتغطيس مش بالرش. لأن لما واحد يجي يصبغ حاجة ما بيرشش عليها لون، مش كده؟ يعني لو عندي تيشيرت عايز أصبغه أي لون، ما بجيبش لون ورش عليه، بعمل إيه؟ بحط التيشيرت في المية، بنقعه في المية كده بلغتنا يعني، بصبغه يعني بنقعه في المية. عشان كده الكتاب المقدس سمى المعمودية صبغة، لأنها لازم الإنسان يصطبغ بيها يعني يتغطس وينزل فيها، لأنها موت وقيامة مع المسيح، دفن وقيامة مع المسيح زي ما قال عنها بولس، أو معمودية تانية زي ما قال عنها الإنجيل. أول وأهم لقب ليوحنا إنه إيه؟ صابغ المعمدان. عشان كده الصورة الرسمية ليوحنا اللي تتحط في الكنيسة هي الصورة دي، هو بيعمد المسيح. هتلاقوا في ناس تانية ترسم يوحنا مثلا شايل طبق عليه راسه، عايزين يقولوا انه ايه؟ انه شهيد. في ناس تانية ترسم يوحنا ليه جنيحة، عايزين يقولوا انه ملاك. لكن الصورة الشرعي الرسمية اللي تتحط في الكنيسة هي صورة المعمدان. ليه؟ لأن عظمة يوحنا مش في انه شهيد. يعني المسيح شهد له قال لم يولد بين النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، يعني فيش بني آدم في الدنيا أعظم من يوحنا المعمدان. طب هو عظمته إنه شهيد؟ إحنا عندنا ملايين الشهداء مش كده؟ عظمته إنه نبي؟ عندنا عشرات الأنبياء. عظمته إنه إيه؟ عمل معجزات؟ عظمته إنه كرز بالمسيح؟ عندنا كتير كرزوا بالمسيح.
انما الحاجة الوحيدة اللي يتميز بها يوحنا ومحدش تاني عملها غير انه ايه؟ انه عمد المسيح. فاللقب الرسمي ليه في الكنيسة هو يوحنا المعمدان الصابغ، تسمعوها في القداس كده انه لاي برودروموس امبابتستيس. برودروموس يعني اللي سبق او السابق، امبابتستيس يعني المعمدان اللي عمد رب المجد يسوع. وطبعا انتوا كلكم متخيلين يعني ايه كلمة عظمة ان يبقى المعمدان للمسيح. يوحنا عمد شعب اليهود كله تقريبا، الكتاب المقدس يقول فخرج اليه كل اليهود عمده، عمد الاف، لكن هو عظيم لانه عمد المسيح وسط الالاف دول، مش الالاف دول، مش الالاف بس. متخيلين يعني ايه كاهن يضع يده على راس المسيح ويعمده؟ يبقى الكاهن ده شكله ايه؟ يعني لو كاهن فينا مثلا ربنا اداله طولة العمر كده، وحد من اللي عمدهم بقى اسقف مثلا او بقى بطرك، يفضل ابونا ده طول عمره يفتخر يقول ايه؟ عارفين انبا فلان ده؟ ده انا اللي عمدته. فتخيلوا بقى الكاهن اللي يقول انا حطيت ايدي على راس المسيح وعمدت المسيح نفسه، اللي المسيح يقول له اسمح الان، يعني بعد اذنك لو سمحت انا عاوز اتعمد، ويوحنا يقول له ده انا محتاج ان انا اتعمد منك، ده انا ما استاهلش اوطي وحل سيور حذائك. المسيح يقول له اسمح الان لانه ينبغي ان نكمل كل بر. على رأي حد مرة قال كلمة حلوة قوي، قال ايه؟ قال اليد التي كانت تظن انها لا تستحق ان تحل سيور حذاء المسيح رفعها المسيح فوق رأسه. فاهمين يعني؟ يعني يوحنا كان وجهة نظره عن نفسه ايه؟ انا ايدي دي ما تستاهلش انها تحل الرباط بتاع جزمة المسيح. المسيح يقول له من اجل تواضعك ده انا هاخد ايدك دي حطها فين؟ فوق راسي. كأن المسيح بيقول ان كل المتواضعين احطهم فوق راسي، طب المتكبرين يقاوم الله المستكبرين بفكر قلوبهم. خد بالكم ربنا ما بيحاربش المتكبر، المتكبر بيحارب نفسه بكبريائه وبذاته، يقاوم الله المستكبرين بفكر انفسهم بنفسه. يلا نعد بقى، احنا قلنا اول لقب واهم لقب عن يوحنا ان هو ايه؟ المعمدان، صابغ المعمدان. اللقب الثاني للكنيسه تقوله له، تقول له الصابق. صابق يعني جه قبل المسيح، برودروموس اللي جه قبل المسيح. هو نفسه لما جم يسألوه انت مين؟ انت المسيح؟ قال لهم لا انا مرسل امامه، ده انا جاي قبله. طب يعني انت المسيح؟ قال لهم لا ده اللي جاي بعدي اعظم مني. يقول جملة جميلة جدا يوحنا المعمدان نحاول نفهمها سوا، يقول لهم ايه؟ يأتي بعدي رجلا صار قدامي لانه كان قبلي. فاهمينها؟ قولها تاني. هيأتي بعدي رجلا صار قدامي، يعني بقى احسن مني، سبقني، لانه كان قبلي. ايه اللخبطة دي؟ انت تقصد تقول ايه يا يوحنا؟ تقول لهم اللي جاي بعدي في ترتيب الزمن، لان يوحنا اتولد قبل المسيح بست شهور، وكل الكهنة في العهد القديم كان عشان يبتدي خدمة لازم يكمل 30 سنة، فيبقى يوحنا ككاهن بدأ خدمته قبل المسيح بست شهور، يبقى جه قبل المسيح، يبقى المسيح جه بعده. يقول لهم بقى اللي جاي بعد ده هيبقى قدامي. ليه؟ لأنه أصلا كان فين؟ كان قبلي. فاهمين يوحنا يقصد ايه؟ ده هو اللي بعتني، ده هو اللي خلقني، ده هو اللي كان قبلي، لكن حسب ترتيبه بعتني قدامه، لكن الحقيقة هو اللي هيبقى قدامي. عشان كده نسميه ايه؟ السابق، اللي سبق مجيء المسيح. ده اللي قال عنه الكتاب المقدس انه هيجي يمهد الطريق قدام ربنا، زي ما سمعته كده في النبوات بتاعت إشعياء، وزي ما كررها انجيل لوقا انه جاي يمهد الطريق قدام ربنا، يخلي المرتفع ينخفض والمنخفض يرتفع والمعوج يصير مستقيما. ده جاي يمهد الطريق، زي ما بيقولوا كده بعض المتأملين، يقولوا لما يكون في ملك رايح في زيارة لمكان، قبل الزيارة دي بيبعت سفراء، بيبعت وزير خارجية، ويبعت ناس كتير يجهزوا الجدول بتاعه، هيقابل مين، هينزل فين، ترتيب الاجتماعات بتاعته ايه، هيزور مين، مين هيزوره. فالملك اللي جاي لازم يبعت قدامه سفير يسبقه يمهد الطريق، يعد للرب شعبا مستعدا. عشان كده اسمه ايه؟ السابق، يعني اللي سبق المسيح. يبقى كم لقب لحد دلوقتي عرفنا عن يوحنا المعمدان؟ السابغ، السابق. وطالما قلنا عنه انه كاهن، الكنيسه تسمي يوحنا الكاهن ابن الكاهن، لان بابا زكريا كان كاهن.
بتلاحظوا ابونا لما بيجي يدي بخور بيدي بخور في الاربع اتجاهات كده مش كده، بيعمل صليب في الاربع اتجاهات. لما يبص ناحيه المسبح يدي بخور للثالوث القدوس، بعدين لما يبص الناحيه دي كده ناحيه بحري يدي بخور للست العذراء. عشان كده تلاقوا ايقونه مين؟ ست العذراء. يقول لها نعطيك السلام مع غبريال الملاك قائلين السلام لك يا ممتلئه نعمه. وبعدين يبص لكم يشوف ايه؟ ما يشوفش شعب، يشوف الملائكه والقديسين والرسل، فيقول السلام للملائكه والرسل والقديسين اللي هو انتم. بعد كده يبص الناحيه الثانيه ناحيه ابلي يلاقي صوره مين؟ يوحنا المعمدان، فيقول له السلام ليوحنا المعمدان، السلام للكاهن ابن الكاهن. تعرفين في العهد القديم كان الكهنوت وراثي، يعني الاب لما يكون كاهن ابنه بيطلع كاهن. فالصفه الثالثه او الاسم الثالث ليوحنا المعمدان انه كاهن، وزي ما قلت لكم ده الكاهن اللي قام باعظم مهمه ممكن يقوم بيها كاهن في الدنيا، انه عمد المسيح نفسه، الكاهن اللي خدم 6 شهور فأعد للرب شعبا مستعدا. حقيقة كلنا بنحط يوحنا المعمدان قدوة كده قدام عينينا ونستعجب، يعني ايه كاهن يخدم 6 شهور بس ويعد للرب شعبا مستعد، يخلي كل الناس تتوب، يخرج اليه كل اللي في اليهودية ويعتمدوا منه ويتوبوا، حتى العشرين حتى الفارسيين كل يجي يتوب على ايد يوحنا المعمدان ويعمدهم في 6 شهور بس أعد للرب شعبا مستعدا. لأن الخدمة ما بتتقاس بطول الزمن اللي الواحد خدمه، لكن بعمق بحرارة الخدمة اللي الواحد خدمه. لقب تاني عن يوحنا المعمدان نسميه الشهيد، عشان كده زي ما قلت لكم بعض الصور ترسمه وهو شايل راسه على ايده في طبق. كلكم عارفين القصة ان هيرودس اتجوز مرات اخوه فيلبس، اخوه كان لسه عايش، فطبعا محدش اتكلم لان هيرودس ده كان رجل يعني سفاك دماء، يعني كان رجل قاتل، فكله سكت، كل واحد خاف على نفسه وسكت. يوحنا الوحيد اللي فضل يقول له لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك زوجه لك، لان اخوك لسه عايش، خدها من اخوه اتجوزها. طبعا الكلام ده ما عجبش هيرودس ولا عجب هيروديا اللي هو اللي سابت جوزها وراحت لهيرودس، وحبسوه في السجن، وظل يوحنا يصرخ لا يحل لك، لحد في الاخر كلكم عارفين القصه لما رقصت ابنة هيروديا وهيرودس قال لها لو تطلبيها ادولك لحد نصف المملكة، فسألت أمها وما قالت لها فرصة نخلص من يوحنا، فقالت لها اطلبي رأس يوحنا على طبق. هيرودس في الأول خاف من الناس، لأن يوحنا كان محبوب جدا عند الناس، لكن من أجل أنه أقسم قدام الناس كلها فقطع رأسه. وفضل يوحنا المعمدان يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك زوجة. وفي بعض التقاليد الكنسية يقولوا ان راس يوحنا المعمدان بعد ما اتقطعت طارت في الهواء من ايديهم وهي بتصرخ تقول له برضو لا يحل لك ان تاخذ امراه اخيك. فيوحنا هو الشهيد والشاهد للحق، الشهيد اللي مات من اجل الشهاده للحق. في كلمه حلوه قوي تلاقوها مكتوبه كده في مدخل دير البراموس تقول ايه؟ يوحنا المعمدان هو الرجل الذي فضل ان يكون بلا راس عن ان يكون بلا راي. اقولها تاني، يوحنا المعمدان هو الرجل الذي فضل ان يكون بلا راس عن ان يكون بلا راي، يعني تتقطع راسه ولانه يبقى جبان وما يشهدش للحق. من الصفات الحلوه برضو اللي بتسمعوها كتير قوي في القداس وفي الالحان نقول له ابسن جانيس ان امانوئيل، ابسن جانيس يعني قريب او نسيب امانوئيل. هو في صله قرابه بين المسيح وبين يوحنا ولا ما فيش؟ العذراء واليصابات ولاد خاله مش كده؟ العذراء واليصابات ولاد خالات، فيبقى يوحنا قريب المسيح او نسيب المسيح. عشان كده قول له في الالحان ابسن جنيس ان امانوئيل، يعني نسيب او قريب امانوئيل، يبقى السابق الشهيد. كمان نسميه الملاك، من ضمن القاب يوحنا في الكنيسه الملاك، عشان قلت لكم بعض الصور ترسم يوحنا بجناحه، حتى لما نيجي نطلب من يوحنا بنحطه مع رتبه الملائكه. عارفين في صلوات الكنيسه في ناس نقول لهم البريز بابين وناس نقول لهم توفهم بشويس مش كده؟ في ناس نقول لهم اشفعوا فينا، في ناس نقول لهم اطلبوا من الرب عنا. اللي بنقول لهم اشفعوا فينا 3، مين اول واحده؟ طالما قلت واحده خلاص يعني امنا الست العذراء طبعا مش كده؟ 2 الملائكه، 3 يوحنا المعمدان. يبقى 3 في الكنيسه نقول لهم البريز بابين اشفعوا فينا، العذراء الملائكه يوحنا المعمدان، وبقيه القديسين كلهم نقول لهم اطلبوا من الرب عنا. فالكنيسه تسميه ملاك. جبنا منين ملاك دي؟ اخر سفر في العهد القديم اسمه سفر ملاخي، ده قبل المسيح ب 400 سنه. وملاخي كلمه ملاخي بالعبري هي نفسها ملاكي بالعربي، يعني كلمه ملاخي نفسها كلمه ملاك. فسفر ملاخي يقول ايه بقى؟ يقول قبل ما يجي المسيح هيعمل ايه؟ ها انا ارسل قدام وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك. ويجي بعد كده الاناجيل
تاخد الكلمة دي وتكررها تاني، تقول يوحنا هو اللي تمم هذه النبوة، يبقى يوحنا كان الملاك. كلمة ملاك أنجيلوس باليوناني التفسير الحرفي بتاعها رسول، فالملاك هو رسول رب الجنود. يوحنا المعمدان جه رسول عن المسيح، جه يكرز بالمسيح ويجهز، ده الملاك اللي جاي يجهز السكة قدام الملك، عشان كده الكنيسة تسميه ايه؟ الملاك. كم لقب لحد دلوقتي كده؟ قلنا يوحنا المعمدان، احنا بناخد المهمة بس، سابق السابق، الكاهن ابن الكاهن، الشهيد، والملاك، ونسيب عمانوئيل. وبرضه نسميه نبي، بس مش نبي عادي بقى. ده المسيح قال للناس ايه؟ ماذا خرجتم الى البرية لتنظروا؟ انبي اقول لكم بل وايه؟ واعظم النبي. يوحنا هو اعظم الانبياء. ليه؟ ليه اسم حلو في الكنيسة؟ بنسمي يوحنا نبي العهدين. عارفين يعني ايه نبي العهدين؟ يعني النبي اللي تنبأ في العهد القديم وتنبأ فيه العهد الجديد، بتسميه وسيط العهدين كده او نبي العهدين. كل انبياء العهد القديم كانوا بيتكلموا ان المسيح جاي. طب ورسل العهد الجديد بيكرزوا على المسيح هو مين؟ ولما جه عمل ايه؟ يوحنا عمل ايه بقى؟ عمل الاثنين. 6 أشهر قبل المسيح ما يجي عمال يقول لهم ايه؟ المسيح جاي. يبقى قام بدور انبياء العهد القديم، واول ما شاف المسيح قام بدور الرسل، بدأ يكرز عنه، يقول لهم هو ده العريس، هو ده حمل الله، هو ده اللي يخلصكم، هو ده النور الحقيقي الذي يأتي إلى العالم، هو ده صورة الله غير المنظور، هو ده الذي خبر عن الله الآب. بدأ يكرز بالمسيح، يبقى قام بالدورين، نبي العهد القديم ورسول للعهد الجديد. نبي أقول لكم وإيه؟ وأعظم من نبي، فنسميه نبي العهدين. وممكن عدوها كده يعني نقدر نسميه خاتم الأنبياء. ما خلاص هيجي نبي تاني ليه بعد المسيح؟ اللي بيتنبأ بيقول في حاجة هتحصل. طب قعدوا انبياء العهد القديم يقولوا المسيح جاي المسيح جاي، طب المسيح جه، يبقى اللي يجي بعد المسيح ما يقولش المسيح هيجي، يقول ايه بقى؟ يقول لهم المسيح جه ويتكلم عنه، مش المسيح نفسه جه. يعني لما يجي حد يقول لي في نبي جه بعد المسيح اقول له المسيح نفسه جه، يجي بعدين نبي تاني ليه؟ فاي حد يجي بعد المسيح يتكلم عنه، مش يتنبأ انه لسه هيجي. فيوحنا المعمدان قام بالدورين، يعني عشان كده بنسميه نبي العهدين. لقب تاني عن يوحنا سمعتوه في الانجيل بتاع النهارده ايليا. كلمه ايليا دي ممكن تلخبطكم شويه. العهد القديم برضو سفر ملاخي اللي اتكلمنا عنه قال ان قبل مجيء يوم الرب العظيم هيرسل اليكم ايليا النبي. ايليا هيجي قبل يوم مجيء ربنا. واليهود حفظوا النبوه دي وفضلوا مركزين ان قبل المسيح ما يجي لازم ايليا يجي الاول. عشان كده اول ما ظهر يوحنا المعمدان زي ما سمعته في انجيل النهارده، راحوا بعتوا له قالوا له ايه؟ هو انت ايليا؟ ليه سالوه انت ايليا؟ هو عمال يقول ايه؟ مركزين عمال يقول المسيح جاي. طب مين اخر واحد هيجي قبل المسيح على طول؟ ايليا. عشان كده اول ما يوحنا قعد يكرز لهم المسيح جاي المسيح جاي، راحوا سالوه ايه؟ يبقى انت ايليا. ما احنا مستنيين ايليا يجي وبعديه المسيح. فاكرين في التجلي لما طلع السيد المسيح عمل ترانسفيجريشن كده فوق الجبل وكان معاه موسى وايليا؟ 3 تلاميذ بطرس يعقوب وحنا اللي كانوا حاضرين وهم نازلين من الجبل قالوا له ايه؟ عرفوا خلاص ان ده موسى وده ايليا، وهم نازلين من الجبل قالوا له ايه؟ فلماذا يقول اليهود ان ايليا ينبغي ان ياتي اولا؟ الله، امال ليه اليهود بيقولوا ان ايليا هيجي الاول؟ ما ايليا كان واقف معاك على الجبل. فراح المسيح رد عليهم قال ليه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم ايليا قد جاء وقد صنعوا به كل ما ارادوا، وان اردتم ان تقبلوا هذا هو ايليا الاتي الى العالم. يعني لو عايزين تفهموا وعايزين تقبلوا، لا، ايليا جه وعملوا به اللي هم عايزينه، ان كان هيرودس قتله. يبقى المسيح بياكد ان ايليا ده مين؟ يوحنا المعمدان. فاليهود سالوه انت ايليا؟ قال لهم لا. طب ودي غريبه بقى، لما المسيح بيقول عنه ان هو ايليا والعهد الجديد بيقول ان هو هيجي ايليا، الخبطكم كمان زياده. الملاك جبرائيل وهو بيبشر زكريا قال له ايه عن الطفل اللي هيتولد؟ قال له الطفل اللي هيتولد ده هيعمل ايه؟ قال له يتقدم امام الرب بروح ايليا وقوته. طب هو ايليا ولا مش ايليا؟ لا، هو مش ايليا. هو السر كله في الكلمه اللي قالها الملاك دي، هيجي يتقدم بروح ايليا وقوه ايليا، ستايل ايليا، اسلوب ايليا. لكن هو ايليا شخصيا كده؟ لما اليهود سالوه انت ايليا؟ لا، مش انا. لكن انت طريقة وروح واسلوب وكرازة ايليا؟ ايوه. يعني انت اللي حققت النبوة بتاعت ان ايليا هيجي الاول؟ ايوه، انا اللي حققت النبوة دي والمسيح قال كده. ولو عملت مقارنة بين يوحنا وايليا تلاقوا في وجه شبه كبير قوي. يوحنا كان بتول وايليا بتول، يوحنا عايش في البراري طول عمره وايليا نفس القصة، ايليا كان لابس وبر ابل كده وحاجة بسيطة، يوحنا كان نفس القصة.
إيليا يقف قدام الملك ويقول له مش من حقك تاخد حقل نابوت اليزرعيلي حتى لو هتطير فيها رقبته، يوحنا يقف قدام هيرودس ويقول له لا يحل لك أن تأخذ إمعه. فنفس الستايل، نفس الطريقة. فهو روح إيليا وقوة إيليا، النار بتاعت إيليا في الكرازة، الغيرة المقدسة عن إيليا. لقب تاني على يوحنا هو سمان نفسه صديق العريس. لما جم قالوا له كده الحق اللي انت عمدته بيكون شعب اكتر منك وبقى مشهور اكتر منك وتلاميذه بقى اكتر، افتكروا هي غير الراجل بقى على نفسه يعني. راح قال لهم ايه؟ قال لهم من له العروس فهو العريس. امال انت مين؟ قال لهم صديق العريس الذي يقف خارجا ويفرح فرحا من اجل صوت العريس، اذا فرح هذا قد كمل. كان في التقليد التراديشن اليهودي كان اي عريس بيتجوز اقرب صاحب ليه، البيست فريند بتاعه يعني، كان هو اللي يعمل كل حاجه في الفرح. العريس ده ما كانش يعمل حاجه يعني، اللي يجيب العفش، اللي يوضب الشقه، اللي ينقل العفش، اللي يعمل كل حاجه في الدنيا كان صديق العريس. العريس ده ما يعملش اي حاجه، وهو اللي يجهز الحفله بتاعه الفرح والاكل وكل حاجه في الدنيا. العريس ده يجي على الجاهز بس يحضر حفله الفرح. يبقى مين اللي تعب؟ صديق العريس. لكن مين اللي فرح؟ العريس. طب صديق العريس هيغير من صوت العريس وهو فرحان؟ تفتكروا على صديق العريس اللي عمل الكلام ده كله لما يلاقي صاحبه بقى فرحان وبيزيط في فرحه هيبقى متضايق؟ فلما جم قالوا له ده الراجل اللي انت شهدت له بيكون يعني ناس اكتر منك وشعبيته اكتر منك، قال لهم هو ده الطبيعي، هو العريس وانا صديق العريس، اذا فرح هذا قد كمل. ويقول الايه بقى الجميله قوي، ينبغي ان ذاك يزيد اني انا انقص. اخر حاجه بقى، يوحنا المعمدان يسمي نفسه كده زي ما سمى العهد القديم، صوت صارخ. في اللغه العربيه ما تمشيش، انا عارف طبعا غالبيتكم شاطرين في الاعراب وفي النحو، بس في اللغه العربيه ما تمشيش صوت صارخ دي. في اللغه العربيه الصفه تطبع الموصوف في الاعراب مش كده، فالمفروض نقول صوت صارخ. انا اسف مش مهم، في اللغه العربيه المفروض الصفه تطبع الموصوف في الاعراب، فالمفروض تبقى صوت صارخ. لكن هنا صوت صارخ يبقى من الصفه موصوف دي مضاف ومضاف اليه. طبعا نسيته العربي من زمان، سويدي. The voice of the crying one. يبقى يوحنا المعمدان هو الكراينج ولا هو the voice of the crying؟ تمشي انجليزي معاكم؟ يبقى يوحنا المعمدان هو الصوت لكن ليس هو الصارخ، الصارخ المسيح. اقول لكم ببساطه، لو انا واقف بره الكنيسه وكلمت بصوت عالي قوي وانتوا مستنين ناجي، اول ما سمعتوا صوتي من بره قلتوا ايه؟ ده ابونا جه، عشان بس سمعتوا ايه؟ الصوت، لكن لسه ما شفتنيش انا. فيوحنا المعمدان بيقول عن نفسه كده، اوعوا تفتكروا ان انا المسيح، ده انا الصوت اللي جاي يقول لكم ان المسيح جه. فهمتوا؟ فنقراها صح بعد كده في الانجيل، قال عن نفسه كده صوت صارخ زي باب الفصل. فهمتوا؟ زي سور المدرسه، مضاف ومضاف اليه، مش صفه وموصوف. فيوحنا ليس هو الصارخ، لان الصارخ ده هو المسيح، هو اللي صرخ بالخلاص، انما يوحنا كان مجرد الصوت، البوق، الزماره، البوق اللي بتقول الملك جه. مش اي ملك كده هو داخل بيقعد يضربه بالابواق. فيوحنا المعمدان بيقول لهم اوعوا تفتكروا ان انا الملك، ده انا مجرد البوق اللي بيضرب عشان تعرفوا ان الملك جه. ونفس النص ده موجود في اشعياء لما قال عنه صوت صارخ في البريه، اعدوا طريق الرب، قوموا سبله مستقيمه. الكلام عن يوحنا المعمدان ما بيخلص، المسيح نفسه شهد له وقال له اعظم مواليد النساء، ما عندناش اعظم منه في الكنيسه. لكن هذا العظيم اللي المسيح نفسه شهد له ان ما فيش حد اعظم منه، يتعامل مع نفسه ازاي؟ يقول لهم ده انا ما استاهلش اوطي حل سيور حذائه، ده انا مجرد صديق العريس، ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. ده طلعت العظمه في الاتضاع، ده طلع يوحنا عظيم لانه متواضع، لانه بيستخبى عشان المسيح يبان، المسيح يزيد وانا اللي انقص. طلعت سر عظمته في اتضاعه، زي بالظبط سر عظمه امنا العذراء فين؟ في اتضاعها. الملاك يقول لها تبقي ام الرب، تقول له ايه؟ وذا انا امه الرب. اخد ده حاجه بقى نقولها واعتبروها الدرس بتاع النهارده، نتعلمه من يوحنا المعمدان، لان من يرفع نفسه يتضع مش كده؟ ومن يضع نفسه يرتفع. سهل قوي انك تفضل طول النهار تتكلم عن نفسك، سهل قوي تقول انا وانا وبقالي سنين وانا اللي عملت وده وانا الفضل لي، بقولوا لا يا ما كانش حصل كذا، وانا بقالي 40 سنه في السويد وانا معايا شهادات ما اعرفش شكلها ايه، وانا اللي خرجت اجوان. سهل قوي تقعد تتكلم عن نفسك للصبح، واللمبه دي انا اللي مركبها من 50 سنه، والسجاده دي سهل قوي تقعد تتكلم عن نفسك للصبح. لكن افتكر ان من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه ايه؟ يتضع. على رأي بولس الرسول كده قال لك ليس المزكي نفسه هو المزكي، مش لما تمدح نفسك
ربنا يزكيك، لكن من يمدحه؟ الله. يا ريت نبطل نتكلم عن نفسنا ونسيب ربنا هو اللي يمدحنا. اخاف، خايف على نفسي وعليكم كلكم ان لما اطلع السماء ربنا يقول لي استوفيت خيراتك على الارض. انت قعدت طول عمرك عمال تقول للناس ده انا وانا وانا، طب خلاص انت خدت اللي انت عايزه، عايز تلاقي فوق ايه بقى؟ فعظمه يوحنا كانت فين؟ في اتضاعه. ينبغي ان ذاك يزيد واني انا انقص. بركه يوحنا المعمدان وبركه عيد اغتاص تكون معانا. لالهنا المجد الدائم ابديا امين.